شو هالطيبة هيدي؟ جيلو فروت كيك بأسهل طريقة. نستعمل أي عصير كلير مثل عصير التفاح، نجاس أو العنب. أنا اخترت عصير التفاح اللي مخفف. منزيد 5 كبايات عصير تفاح. حستعمل جيلاتين، انتو فيكن تختاروا أي نوعية بدكن إياها طالما تكون كلير ما إلى لون. أنا اخترت الأجر أجر لأنه فيجن نباتي، وهون عنا بالطعميات معظمهم فيهم دهن خنزير. لكل كباية رح استعمل معلقة جيلاتين. هو العصير بارد، رح نحركها شوي، نرجع مندور النار ومنكفي حرك. بس يغلي العصير منزيد 1/2 كباية سكر، نستمر بالتحريك ليدوب السكر تقريبا 5 دقايق ومنقيمه عن النار. منكون محضرين الفواكه، نرجع منجيب العصير ومنبلش نسكب بقلب اي صينية بدكن اياها. انا استعملت قالب كيك لان بيطلع منظره كتير حلو. منحط شوية عصير ومنصير نعبي شوية فواكه. بس يصيروا عنا الفواكه فوق خط العصير منزيد عصير ومنرجع منزيد فواكه لحتى تنتلع عنا الصينية. هو بس بياخد وقت بالتعبية. أنا حطيت فريز، مانجا، بلوبيري وعنب، وفيكن تحطوا انتو أي فواكه تاني مثل كيوي، أناناس، أي شي بتحبوا. خلصت عندي ورح حطها بالبراد 2 ساعة كرمال تجمد. بس يجمد منطلعه منزينه ومنقدمه. كتير سهل وصحي وطيب. بتمنى يعجبكن. اعملولي لايك وكومنت وسبسكرايب. باي باي.